قلنا بنشوف شيء كثير حلو. شو عملت فادي؟ هلا استعملنا الصينيه اللي عملتيها الصبح انت. هي مش صينيه يا دمري. بس اعطيتنا فكره. انا كنت عملتها لنعلقها. ايه بس هيدي مهضومه لنحط عليها جاتو. هلا هسه عملناها منك قليل. بدي شغلك بفقره التيبس. عن جد انا انبسطت كثير. طيب الجاتو ها؟ في عندنا ضيف عندنا هون. بونجور رافائيل. هو ابنها لكارن وعملت له انا سيربيز. لهلا ما كان عارف انه رح يطلع لايف. عرفت شو هلا قعدني كان ملبس بس هيك تتفرج. انا اقول مين هالصبي المهضوم قاعد هيك عم يتفرج علينا. ميرسي سافا. واليوم جاي بمناسبه نشوف الكيس طلعت. بعد ما شفني شو المناسبه. هلا شفني رفاق. شو المناسبه؟ خلي رفايال يحكي عن المناسبة وأنا بحكي. اليوم عيده لرفايال. نحن عاملين كيك كمان. نحن عاملين كيك. كراشت يا أمزان ممكن كرمال هيك عملتوا كيك؟ يوم عيد ميلاده. اليوم عيد هو عيد ميلاده لأونز. اوكي. واليوم عم نعمل له اياه لأنه كان عنده مدرسة وخلص ونجح بتفوق. وهلا مبلش عملت له هالسربريز لانه هو كمان عمل لي سربريز حلو بالمدرسه. خي اي مدرسه؟ كوليج سان جوزيف انتورا. اوكي. في شيء بالبرات بدك تجيبيه؟ كرات؟ في شيء بالبرات انا لازم اروح اجيبه. اوكي. شو في بالبرات؟ هذا جاتو اللي عمله شيف؟ هولي عملنا كين جاتو. ما في شيء. ما في شيء بالبراد. سوري. اوكي في شيء بالبراد. انا فكرت انه حطيت شيء بالبراد. حطيت شيء بالبراد. اوكي معلي. انا معلي بتسمحي شيء بالبراد. لكن انا تالي كان في عملنا نوعين من الكيك. واحد على شوكولا مع شوكليت شيبس والثاني مع فويكه مجففه. واحد للكبار واحد للصغار. واحد للصغار. الصغار ما كثير بحبوا الفويكه المجففه. ما كثير بحبوا الزبيب كمان. غريب. ايه ما بعرف ليه هيك بشيلوا الزبيب من الكيك او ايه. مزبوط. بيعلقوا خاصة هولي يمكن مش فويكه مجففه هولي جولي جولي دو فروي. ايه بقى ميرسي فادي انه استعملت لي المرايه اللي عملتها اليوم. انا عجبتني. عن جد طلعت حلوه. انا عجبتني. قلت له شو بك ليش حاططها هون؟ قال لي هلا بتشوفي. ما خطرت على بالي. ما خطرت على بالي. لا هيدا نتالي. اوكي. ليش في اقل شو اصغر؟ اقل كميه. شو ليزان؟ انا صار تحبه. اوكي. اي اكثر شوكولا او ابيض؟ شوكولا. لا اكيد بتلمو. بتلمو. اكيد بتلمو. انا بحب الشوكولا. اوكي تفضلي. ميرسي. هيدا رفايل. ميرسي. هيدا للمامي. ميرسي. هيدا بو. انا بدي اثنين شوكولا. انا بدي شوكولا. انا ما كثير بحب الكيك او شوكولا. هول كلهم انت اعطيني. لا بدي وحده بس. يلا نو فادي بدي بس تزعلي منه. لا بس وحده بس. شايف الشوكليت شيبس بتحطهم هني صغار؟ انا ما انتبهت. ايه صغار هني. صغار صغار صغار. يعني بتحطهم بتخلطهم مع اللي وبتحطهم بدك تحطهم بالشوكليت. اذا طيب ولا اذا مش طيب بتقدر تحطهم. بس اوقات بتحطي لهم طحين تشفيهم طحين وتحطيهم بقلبه. بضلهم بقلبه. بس بدك اياهم يذوبوا يروحوا مع القالب بتحطيهم رش بقلبه وبتزعل السبع تاني فوق. يعني بتسكبي اول طبقه بتحطي شوكولا بترجع تحطي السبع تاني بصير هيك. انه اوقات بيرقدوا بكعب الصينيه. لا لا مش لازم. ما لازم يرقدوا. مش لازم يرقدوا. الفواكه المجففه بدك تحطيها طحين. بتتليها طحين وبس حطيها بقلب المكنه رجع تخفيها بالمكنه. اكيد اخر شيء بتزيدهم. اخر شيء بقلبيها بايدي. انه بالمعلقه. عندي سؤال اخير. فينا نحطهم بقوالب كب كيكس؟ فينا نحط كب كيكس. فينا نعمل موديل بدنا اياه بالكب. في هذا القالب بيكون بالبيت مبرون بنور بالنص. حلو صح. هيك كمان فينا نستعمل فيه. لا انا بجيب هول مثل المافن بيطلع احيانا القص كمان اللي بيبقى. هلا هيدا كمان هين للقص لانه جاي بالطول ما بيروح عندك الالمنيوم كرمال هيك الجتع. اوكي. في منهم بشكل صغار كب كيكس بنحطهم بالفرن. الكب كيكس بحطهم وبرجع بحطهم بالصينيه وبرجع Happy birthday, 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 happy birthday
بوجه على نفسه هيدي طبعت ماما عبيل المعنى فايل أحلى سنفيزة شفت؟ ديجا عبيلك تفتيهم بتساوي متعذب من هنا لشتاء سائلين هلا بدنا نعمل نحن خلصنا فقرة الدواء وهلا أنا ونتالي رح ننتقل على فقرة بالانس خلي لك اياهم هات البزده يا حلو اسبري فيستي اليوم فوالا نقعد مظبوط